طيب معلش نبدأ بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عدنا الموضوع الذي سنبدأ به هذه السنة بإذن الله عز وجل، هو موضوع يسر الشرع أو سماحة الشرع. هذا الموضوع المقرر علينا، في أشياء تأتي من بعد، وهذا التناول بإذن الله ما أظنكم بإذنه عز وجل أن تجدوا التناول بمثل هذه الكيفية التي سأتناول بها أنا، يعني تناولا يتناول عدة مسائل وهي لازمة لطالب العلم حتى يتضح له معنى هذه الكلمة، أي يسر الشرع وتيسير الشرع الحقيقي الذي يجب أن يقف عليه الطالب ويعمل وفقه. إذن فالحديث الذي اخترناه هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رحمه الله تبارك وتعالى: زوجني أبي امرأة من قريش. شايف كيفاش الأباء الطيبين، يعني الأباء الطيبين الأخوة، شوف هو قاعد لا خدمة لا شيء وبوي يزوجهم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت إلي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا، لم يفتش لنا كنفا، ولم يعرف لنا فراشا، ولم يعرف لنا فراشا. فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه، حتى ما تفهموش عضني يعني بأسنانه، وعضني بلسانه، فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكاني، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته فقال: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. ثلاث نقاط الحديث، بدأ يبين له طريقة التعامل. وفي رواية للبخاري: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسمك عليك حقا ولعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا،
وإن لزورك عليك حقا. وقال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس. الحديث تخريج الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي. واللفظ الأول لأحمد الذي سقناه في الأول اللفظ لأحمد ويروي بأسانيد عديدة تفوق 53 سند، يعني أسانيد عديدة جدا، يعني البخاري تقريبا رواه في 16 موضع، يعني متقطعة متكررا، كل مرة يقطع وجهه بالتكرير بعد شهادة. ها؟ تقريبا متواتر. نعم، كثرت فوائده في هذا الحديث هذا. إذن غريب الحديث، غريب الحديث. قال فجعلت أنحاش من انحاش الحرف في الحرف أو الصوت في الصوت تداخل. والمعنى هنا ماذا؟ لا أقربها، أن أصل كلمة من انحاش أي تداخل الشيء في الشيء، فجعلت لا أنحاش إليها أي لا أقربها. اللفظ الثاني إلى كنته، احنا عندنا الكنة شكون هي؟ ابنة زوجة الابن تسمى كنة، إلى كنته هي زوجة الابن. وأم أنا رياض الألفاظ تغيب علي، وأم الزوجة ما تسمى؟ حماد. ثم اللفظ التي تليها لم يفتش لنا كنفا، والكنف هو القرب من الشيء، والمقصود به هنا الثوب الذي تستر به نفسها، والمقصود به هنا الثوب الذي تستر به نفسها. وهذا من آداب وسعة اللغة العربية، يعني في عبارات ممكن تستعملها، لكن لما كانت أمام عمرو بن العاص جاءت بلغة عربية فصيحة كناية عن القرب أي عن الجماع، كما قال فلما في القرآن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني مقصود به كناية على ما يفعل، فإذا هي كانت أديبة يعني في تعاملها وكلامها. قال فأقبع فعذمني لامني وعنفني وعضني بلسانه، في نفس المعنى اشتد علي، لأن أصل الكلمة عض هو المسك بماذا؟ بالأسنان، وتقال في اللغة العربية ماذا؟ كذلك لغة أخرى أيقدم أحدكم أخاه كالفحل، هذه في الديات، في الديات لما وضع أحدهم قدم أصبع أحد أي كالفحل فجذب يده فانكسر سنه، فطلب بعد ذلك ماذا؟ في الدية، فقال الرسول أيقضم أحدكم أخاه كالفحل أي كالحيوان، ثم يقول كذا وكذا أيضا وعضني بلسانه أي شد علي. اللفظة تأتي بعد ذلك فعضلتها أهملتها ولم تعاملها معاملة الزوجة. تقريبا هذا ما فيه من عبارات ممكن لزورك عليك حق، مفهوم هذا؟ ها؟ لضيوفك عليك حق، المقصود لزورك أي لضيوفك عليك حق، لزورك عليك حق
أي لضيفك عليك حق. مثلا شاة الزور يعني أنا أنا تقريبا هذا ما فيه تقريبا من عبارات تحتاج إلى بيان. أي فيه هجمت له العين، هجمت له العين أي غارت ودخلت في موضعها. ونفهت له النفس أي تعبت وكلت وملت. ما استفادوا من الحديث؟ هاتوا بسم الله اهتمام الآباء بتزويج أبنائهم. ثم جابوها ما شاء الله، اهتمام الآباء بتزويج أبنائهم. الأخوة ما شاء الله فقهاء بالدرجة الأولى في هذه المسائل. هنا رعاية الآباء للأبناء، يعني لابد أن يكون سبق ذلك رعاية أخرى. ماذا أعظم؟ التربية الإيمانية العقائدية وغيرها من الأمور الأخرى. لما هذا الأمر المادي اهتم له به، فمن باب أولى أن يهتم له بأمور أخرى. كما هو معلوم أن أول ما تبدأ مسيرة تربية الأبناء تبدأ من بداية الطريق. إيش هو أول شيء يبدأ به؟ اختيار الزوجة. هذا أول بداية للأبناء، الابن الصالح أول ما يبدأ به الزوج هو اختيار الزوجة الصالحة، لأنها هي التي سترعى هذا الزرع. يبدأ بعد ذلك، لا قبل ذلك، بعد اختيار الزوجة يبدأ الأمر الثاني. شو لا ما زال ما جاءش الزوجة، ما زال ما جاءش اختار الاسم. نعم الدعاء هو أن يدعو بأن يرزقه ماذا؟ ربي هب لي من لدنك ماذا؟ ذرية طيبة. يبدأ المرأة المرتبة الثانية بعد هذا زي ماذا؟ الدعاء بأن يهب له الذرية الطيبة. ثم يأتي بعدها ماذا؟ القيام بالواجبات الشرعية واتخاذ الأسباب. اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان وجنب الشيطان ماذا؟ ما رزقتنا. ثم يوجد الولد، يبدأ ماذا؟ التربية والتعليم. أول ما يبدأ به العقيدة، أول ما يبدأ به ماذا؟ العقيدة. ماذا تعبدون من بعدي؟ ما قالوا شو تأكلوا وش تشربوا وش ماذا وجاء؟ ماذا تعبدون من بعدي؟ يعني أول ما بدأ به بدأ من ناحية الإيمانية العقائدية. ولهذا قال إبراهيم كذلك من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني بدأ بنفسه بأن يجنبه الله الأصنام، وزاد بالدعاء أن يجنبه عبادة الأصنام. يعني هذا بداية الطريق. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص كان له هذا، ولو أن ابنه ظهر لي أسلم قبله. عبد الله أسلم قبل الوالد، هذا غالبا. نعم ها والله لو قدرت تدخلوا شويه هيك انتم، زيدوا شويه يعني زيدوا شويه شويه زيدوا لعل فيه يدخلوا بعض الاخوه. نعم اذا قلنا اول ما فائده نستفيد منها هذا، ان الاب اختار رعايه الاباء لابناء. ثانيا اختيار الابي لابن الزوجه الصالحه بقوله زوجتك امراه ماذا من قريش، يعني في ذاك الزمان يعني أفضل النساء نساء ماذا؟ قريش. كما أخبر النبي بذلك فإنهن ماذا؟ أحنى على الولد، أحناهن على أولادهن وأطوعهن لأزواجهن في هذا المعنى هذا. أي وأرعاهن لزوجه في ذات يده، يعني عندهم خاصية. إذن كما القبائلي يختار ماذا؟ القبائلية. ف
فيقول له الولد أني اخترت لك واحدة قبائلية إليس تمورت ولا وجه لهم هكذا لنا إذن فقالوا اخترت لك اختيار الأبي الزوجة لابنه من قريش ذات ماذا نسب يعني عندها نسب واختيار هذا في ذاك الزمان له قيمة هذا الاختيار هذا إيش هو الآن بعد ذلك شدة عزوف عبد الله بن عمرو على الدنيا عن الدنيا وزينتها قوة تعبده لله عز وجل زيارة الوالد لزوجة ابنه وملاطفتها والسؤال عن أحوالها إذن هذا نعم ليس من الشرع في شيء ها؟ الحياة المصطنع ليس بحياء الشرعي مفهوم الآن هذا كل يعني أشياء بعيدة كل بعد هذا يسأل فيها عن حالها مع زوجها يسألها كيف وجدت زوجتي هذه الأمور ماذا أمور خاصة يعني دليل أن السؤال عن هذه الأمور لا يتنافى مع الحياء ولهذا لما جاءت المرأة لتسأل النبي ماذا قالت له قالت إن الله لا يستحيي من الحق ولهذا رحم الله نساء الأنصار لم يمنعون الحياة من ماذا من التعلم والتفقه في الدين يعني مع أنهن حيات لكن لما كان الأمر شرعي أصبح لا بد من السؤال يعني هذا العلم وهذا الأمور لا تتنافى مع الحياة فمن أراد أن يجعل ذلك من الحياة فهذا نسبة للصحابة أنهم لم يصيبوا من الحياء شيئا بل الأمر من ذلك أكثر من ذلك كما ذكرناه غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي بن أبي طالب وابنته فاطمة وهما في الفراش مع بعضهما البعض وجلس بينهما حتى وجد علي بن أبي طالب برد فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم كلمه وكلمها و وعاظهما وأعطاهما الخير كل الخير إذن فهذه أمور تنتفي فإذن هذا لا ما يفعل عندنا اليوم هذا لا صلة له بالشرع كلية نعم ذكر المرأة الزوجة ذكر الزوجة ذكر المرأة زوجها بخير لما فيه من صفات حميدة يعني الآن بدأت بماذا بذكر ما فيه من خير ما فيه ذكر لكن لم يمنعها ذلك من بيان سوء تعامله معها وهم الآن بيان الأمر على حقيقته بعد بيان حال الزوج وهذا ليس من باب الشكوى وإنما لما سئلت أجابت وإلا هي كانت عايشة معها على تلك الحالة هذا تشبه هذه القصة هذا السياق هذا وهذا الفعل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم الذين كانت لهم شدة في التعبد والعبادة كان مجموعة منهم موجودين على هذه الصفات مجموعة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت لهم عندهم هذا الاتجاه التعبدي منهم أبو طلحة أبو الدرداء نعم لما دخل عليها سلمان الفارسي على أم الدرداء قبل نزول الحجاب فوجدها شعثة غبراء ما تعطي لنفسها قيمة قال ما هذا يا أم الدرداء يعني إيش الحال اللي أنت عليه هذا قالت أخوك أبو الدرداء لأن النبي آخى بينهما لا هم له في الدنيا صوام قوام يعني المرأة جلسة فقط لتغسل الأحواج وتحضر الطعام فقط ما كانش ليس لها في ذلك قالت أخوك أبو الدرداء لا هم له ولا اعتداد له بهذا الأمر في كليتان إذن هذا الأمر وهذا الفهم كان منتشر بين الصحابة كأنهم فهموا الشرع فهما ماذا خاطئا يعني هذا الشرع فهموه فهما خاطئا يعني أعطوا للعبادة
وزنا أكثر مما أوجبه الله عليهم. إمام. إذن بيان حالها إيش فيه بعد ذلك؟ شدة الوالد على ولده ولو كان كبيرا. في شيء مرينا عليه؟ ما ظنيت واحد منكم تفطن له؟ ها؟ قال عبد الله فجاء من؟ عمرو بن العاص جواز مناداة الأبي باسمه، يعني في شيء يعني لا يتنافى هذا ماذا مع ماذا؟ مع الأدب. ها؟ حتى بحضوره لم يشن. لما قال جاء عمرو بن العاص يعني كان تكلم عنه، فيه أدلة أخرى أنه ناداه باسمه، لكن هذا فيه جواز ولو كان والده يقول له جاء عمرو بن العاص. نعم. قلنا شدة الأبي على الابن لما علم ماذا؟ سوء تصرفه. نعم. فيه ذكره باسمه كما جواز في بعض الآن ما يحضرنيش فيه لفظ أنه ناداه باسمه. نعم. مخاصمة الوالد لوالده. ها؟ لولده. نعم. فين نفهموا هذا؟ فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهتمام ايش؟ اي قبل ذلك اهتمام رئيس الجمهورية بالرعية حتى في المسائل الخاصة. واضح شو هذا؟ ما عليه ذوق نحطه هنا بس. تبهت الآن؟ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرعية حتى في الأمور الخاصة. ما قالهمش أنا عندي مسائلك عظمى أكثر، روح أشوف بينك وبين ابنك يعني. ها؟ قضايا الأمريكان والروس وتدخل القوات العالمية وغير هذا، راح أنت وابنك تفهم بينكما. نعم. نعم. ماذا؟ كما قال الطلب من قبل رجوع الصحابة لأهل العلم في كل أمورهم. إيش فيه الأمر الآخر؟ تثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما وصل إليه من أخبار، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يكذب على ولده لكن حتى تكون النصيحة لها مكانتها وصحيحة لا بد من السماع من ماذا؟ من الخصم. التخاصم في الأمور الشرعية لا يعد عقوقا. مفهوم هذا؟ يعني إذا في خصومة بين الأب والابن في قضايا شرعية لا يعد ذلك ماذا؟ عقوقا. كما قال في إحدى الروايات فلم أعبأ به، كان أبوي يقول له افعل كذا وسب واشتم، أطلع بن عمرو العاص قال له روح أحكي. قال وأنا لا ألتفت له، ثم شايف أن تلك هي الطريق الصحيح وهي وذاك هو المطلوب الشرعي. فالأب عندما عضل وعض وفعل ما فعل، الابن لم يلتفت لوالده كلية، لأنه كان يرى ما هو عليه من أمر شرعي هو ماذا؟ هو الحق الذي لا بد أن يتعبد الله به. بارك الله فيك يا والدي، زوجني بارك الله فيك، ده حبي عندنا. يبقى القضايا الخاصة ماذا؟ هذا يهمني. إذن فالتخاصم في القضايا الشرعية لا يعد ماذا؟ عقوقا. نضف لها كذلك العمل بما ترجح عند الشخص لا يعد كذلك ماذا؟ عقوقا أو معصية. إذا كان مع الأب عقوق والعمل الله عزيز. يعني هذا عبد الله بن عمرو العاص ماذا مترجح لديه؟
ترجح لديه ما هو عليه هو الحق وهو أمر الشرعي. فجاء الوالد يعضل ويسب ويشتم وهو مترجح لديه شيء شرعي، ماذا فعل؟ تمادى في عبادته. فلما رأى الوالد من ولده ما رأى لجأ إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من هذا الإشكالية هذا. إذن التخاصم مع الأباء ومع الإخوة بين بعضهم بعض ومع طلب بعضهم بعض في القضايا الشرعية لا يعد ماذا؟ فسادا ولا أي شيء كان، بل هو من كما نقول إحنا إيش نسموه إحنا من المذاكرة العلمية، هو يكون من المذاكرة العلمية وتنمية تقوية العلم في حد ذاته من الطلبة، لكن لما يدخلوا ماذا؟ الأداب الشرعية في حد ذاته. قصة يزيد مع معن، أخذ الأب شيء من التمر وضعه عند باب المسجد، جاء الابن بعده بقليل وجد التمر يعرف من حاله، دائما الأب يعني طالب أعطى كلمة طيبة جدا فيها فايدة في هذا الموطن هذا. وأنا أذكر شيئا وقع لي الآن وأنا جاي للحصة، فيه طالب في يوم الأيام رأيته يتلاعب في بعض الأمور بعض القضايا، حذرت منه، التقيت به الآن والله ما سلم علي، والله ما سلم علي، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت على الأقل تأدب، ولو أخذت مني كلمة في حياتك مرة حطها في ميزان، مع أني ماذا أكبره سنا، أقل شيء يحترم ماذا يسلم من الصغير على ماذا على الكبير، ناهيك أن يوقر ماذا من هو شيخه الذي أكبره من علمه، والله ما سلم عليه. فمع ذلك قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالتفت رد السلام، قلت على الأقل تأدب ما فيش مشكلة يعني. إذا وقع بيننا شيء يقع لابد أن يقع، إذا رأيت منك تلاعب لابد أن أبين، لكن إذا كنت بريئا فعد إلي أبين براءتك مما قلت أو مما فعلت، والله مرة ولم يسلم. مع ذلك كما أقولها دائما للطلبة، نعيش بالإسلام ونعيش ماذا له، حياتنا بالشرع، حتى مع من خالفنا هناك ضوط ماذا شرعية، نتعبد الله في أقوالنا وفي أفعالنا، ونرجو من الله أن يوفقنا إلى الدوام على ذلك وأن يميتنا على ذلك. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما على مسألة، يعني حديث يوم انتهى في مسألة، ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ سبحان الله، يعني ها أشياء الإنسان اللي يعيش دائما على المنهج إننا نأخذ من ماذا، والله إنها لم مشكات واحدة، يعني الواقع وقعت لي الآن قبل الآن وأنا صعد ما عندش 10 دقائق ربع ساعة مع الطالب، فقلت السلام عليكم، يعني ما في شيء، لك أنا يعني على الأقل احترام، شوف نفس القضية مع الشافعي. فنسأل الله أن يجعلنا خير خلف لخير سلف. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما أنا عندي هذا في مسألة، ظرف يعني في مسألة، ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي معلقا: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. سير أعلام النبلاء صفحة جيم مجلد 10 صفحة 16 ترجمة الشافعي. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن فهذا قلنا الآباء مع الأبناء لا يعد هذا ماذا عقوقا، ولا حكم، ولا مع الطلبين بعضهم بعض، ولا مع الأستاذ مع الطالب، ولا أي شيء كان، لا يعد شيئا بالكلية. ولا حق للأستاذ إذا يعني اعترض عليه الطالب وجاء بأدلة علمية أن يقول لا ليس من الأدب في شيء أو ليس كذا، إلا إذا تجاسر بأشياء أخرى أو أسلوب ثاني هذا ما هي مشكلة، أما عادة له الحق في كل شيء. إذن قلنا هذا لا. قال: فتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الابن مع الأب، يعني يزيد معه معا، قال له: رد التمر إلى المسجد. قال لي: والله ما رددته.
نحن أحق به، لأن لما جاء بالتمر قال ما إياك أردت يا يزيد، مع أنه لا يزيد، أنا يخلق خلق لك ما أخذت يزيد ولك ما نويت يا معا، قال لي الابن والله ما رددته، يعني هذا الشيء رزق ساقه الله إليه، أنت وضعت من وجد. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هذا، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معا، ورجعوا للبيت مع بعضهم بعض وكلوا التمر مع بعضهم بعض بعد ذلك. إذن فهذا من الأداب بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والحياة التي يعيشونها. إذن ها 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 عمرو بن العاص يشتكي للنبي من؟ ابنه، كما وقع لمن؟ شوف القضايا، قضايا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم الخاصة. عمر وقع له كذلك مع من؟ مع عبد الله، هذا مع عبد الله، عمر بن العاص مع عبد الله، وعمر الخطاب مع عبد الله، إلا أن هذا عذر الزوجة والآخر من نش عارف أحب الزوجة أكثر مما يجب، وخشي الوالد عليه فأمره بتطليقها لأشياء قد بدت. إذن هذا مما يدل يعني حرص الصحابة على من؟ على أبنائهم ورعايتهم مع كونهم يعني كبار السن، يعني شوف ذاك الحرص الدائم. إذن فعبد الله بن عمر لما قال له والده طلقها، قالوا لا كما هذا، قالوا عضلتها، قالوا أنت تقول أنا هذه حياتي. فلما اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له نادى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كذلك، ولما سمع من الأب كذلك. إذن هذا ما يبين يعني حرص الصحابة على هذا، لا يعد عقوقا التشاجر عند الحاكم بين الصحابة، اهتمام قلنا الحاكم بأحوال الرعية حتى في الأمور الخاصة، ما يقول ما عندي وقت غير هذا، بل يهتم بكل صغيرة وكبيرة تحتاجها الأمة إذا كان في وسعه ذلك. نعم وش نعم لا هو الأصل، ما هو الأصل ثابت، لأنه ما جاء الترغيب في العبادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما لام عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو إيه والده لام، هذا يدل على أن عمرو بن العاص في هذه القضية هو أفقه ممن؟ من ابنه، كما كان سلمان الفارسي أفقه ممن؟ من أبي الدرداء. يعني ماشي نقول هنا جواز اجتهاد الصحابة في القضايا الشرعية، معلش جواز اجتهاد الصحابة في فهم النصوص الشرعية. أي نعم وجدنا كلاهما فهم. نعم عدم تأخر بيان الحقيقة في الأمر المختلف فيه، عدم تأخر بيان الحقيقة في الأمر المختلف فيه، يعني وقعت الشجار في قضية شرعية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر اسمه، قالت كل واحد يعمل على شكلته، ها أو تأخر، عدم تأخر يعني عدم لا 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 علاش عدم يعني ظرف تكون بعدها عدم متأخر ناجح نشوف إن شاء الله، عدم تأخر البيان، عدم تأخير البيان، عدم تأخير بيان الحق يعني إذا وقع شجار بين الصحابة الحق لا يتأخر كثيرا، يعني بسرعة يظهر، لأنه قضية ماذا؟ قضية شرعية، فلا بد أن يبدو الحق فيها للصحابة للعودة إليها وبيان الحق فيها. نعم إيش وصلنا؟ اعتراف عبد الله بن عمرو بن العاص بأفعاله، سماحة زيد ويسر الشرع، سماحة ويسر الشرع، لأن النبي قال قال ماذا؟ قال ولكني أصوم أفطر وأصوم وأنام وأمس ماذا؟ النساء.
بيان الهدي النبوي في الحياة. أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال ماذا؟ من رغب عن سنتي فليس مني. عدم جواز الاجتهاد بعد ظهور الهدي النبوي، إذن زاد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه، بيانه عدم الاجتهاد بعد ظهور هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقدر نضيفه شيء آخر، ماذا؟ كمال الشرع. مدام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما تكونوش بخلاء يعني، لأن يشوفكم الآن هذا الصبيحة كلكم بخلاء، إذن كمال الشرع يظهر من خلال هذا. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص باتباع هديه ويريده، يصوم ويقوم، يعني ما في شنو إلا شيء قليل يمكن بالنهار فقط، فإذا به هذه الرؤية منه أن له حق التصرف في جسمه، فجاء النبي ليبين له أنه مجرد ماذا؟ أمين على هذا الجسم، ولا حق له في التصرف فيه إلا بعد إذن من من؟ من الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لجسمك عليك حق، واجبات الشرع على الإنسان، لجسمه عليه حق، ولعينه عليه حق، ولزوجه عليه حق، ولزوره عليه حق، يعني هذه كلها واجبات شرعية. يعني إذا دخل الضيف لك إلى البيت فلا تنحاش إلى العبادة والطاعة وطلب العلم والمذاكرة وغير ذلك من الأمور، تخليه على جنب وحده، لأن الشرع ماذا قال؟ لزورك عليك حق. وفي كلام جميل جدا 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 لابن القيم الجوزية في مدارج السالكين عن موضوع هذا، يعني أفضل العبادة، أفضل العبادات، يسأل ويقول على أفضل العبادات. وظن هذا في شريط مسجل في هذا المضى، هذا عندك ولا ما عندك؟ هذا في السنوات التي مضت، يعني يبين ابن القيم الجوزية أفضل العبادات للإنسان في كل حياته، لأن في من رأى ماذا؟ التنسك والتعبد هو أفضل عباد، والانخلاء على الناس، وبدأ كل منهم يرى. فقال ابن قيم الجوزية: أفضل العبادات هو القيام بالواجب الشرعي بحسب الحال. أفضل العبادات بالنسبة للإنسان هو القيام بالواجب الشرعي بحسب الحال. يعني إذا الآن في قضية علمية، أفضل العبادة عندك لنا هو ماذا؟ طلب العلم. ما تقولش نشتغل في شيء آخر أفضل هذا، روح نصلي أفضل من العلم. إذا كان في أهلك وعندك هذا، أفضل عبادة الانشغال بماذا؟ بالأهل، بحسب حال الإنسان ووجوده. جاء الضيف، أفضل عبادة في ذاك الحين ماذا؟ قيام بالضيف بحسب الحال. هذا هو الواجبات الشرعية مثل ما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بحسب وقتها، كل عبادة بحسب وقتها. واضح هذا؟ بيان مفاسد كثرة التعبد بالنسبة لنا احنا، هذا غير ما هذا نقوله لعبد الله بن عمرو العاص، ما احنا لعل واحد منكم الان يفهم، يعني هذا فهم خاطئ، احنا رانا بعاد، هذا الكلام على الجماعة الاولى فقط، اما نحن بعاد عن التعبد حتى نقول بيان. لعل واحد يروح يصلي ركعتين بالليل يقول لك ماذا؟
قال إذا فعلت ذلك هجمت له العين نفهت له النفس. يصلي ركعتين أو ثلاث. لا، هؤلاء يقومون الليل بطوله. فهؤلاء يبين مفاسد كثرة التعبد. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كثرة التعبد ولو فيه قرب إلى الله عز وجل من ناحية، لكن فيه مفاسد من جهة أخرى، أن النفس العين تمرض والحالة النفسية تضعف، كذلك جسم ماذا يمل ولا يتحمل. وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى ماذا حتى التمل. هو نفسه هذا ورانا فيه احنا هين بعد هذا. إذن هذا وجود، يعني عندما يجد الإنسان من نفسه قوة فلا يجعل على نفسه عهدا لدوام العمل، ما وجد قوة فعل، ضعف ضعف. لكن عبد الله بن عمر كأنه آل على نفسه أن يفعل ذلك، فهم الآن أصبح هذا العمل بالنسبة إليه ماذا كالنذر لازما له. وهذا أصل الصحابة كانوا إذا ابتدأ عملا ماذا يدوم عليه. فهذا يبين أن عبد الله بن عمر كانت له، عبد الله بن عمر بن عاص كانت له هذه. نعم، إذن قلنا هذا ما يبين أن الإكثار من العبادات تعود على الإنسان بعدها بماذا بمضار. ولهذا أمر الشارع الاقتصاد في ذلك. نعم، هذا تقريبا ما في الحديث من فوائد علمية. ومثل ما قال الطالب في رواية البخاري وغيره، فلما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن بدأ له النبي صلى الله عليه وسلم بأبسط الأشياء، فقال له نم وقم، يعني بحسب حالك، مثل ما فعل أبو الدرداء مع من، مع سلمان الفارسي مع أبي الدرداء. جاء فأراد القيامة قالوا نم، جاء فأراد القيامة قالوا نم، إلى أن ذهب تقريب ثلث الليل أو ثلثي الليل قالوا لأن أو نصفه قالوا الآن قم. إذن حان الوقت الآن لتقوم بالعبادة. وكما ذكر أفضل القيام قيام داود، قال ينام ماذا دار لي نصف الليل ويقوم ثلثه وينام بعده ماذا سدسه، يعني كأنه يعطي للنفس حظ. وهذا يعني لو كان يدوم عليه الإنسان بهذه الصورة لا يجد مشقة، ينام نصف الليل، نوم نصف الليل بعد العشاء، ترى ليس مثلنا نحن الآن نرجع الفراش بعد نصف الليل. عندما يبدو الجماعة في القيام هذاك الوقت نحن ماذا على نرجع للفراش، خاصة إذا كان واحد يبحث في مسألة يعني وتشده وما يتلهاش ويكون مشغول فيها، يجيب حتى النزوج معها، فما يبقى من قيام الليل لا شيء، فأخذه ونرجع من الله نتجزع عنه. وهذا الأمر جائز، يعني السهر في طالب العلم جائزة، لكن أفضل قيام ينام نصف الليل الأول. وهذا حتى طبيا يعني هو الأفضل، تأخذ النفس راحتها في ذاك النوم. النوم الذي يرتاح فيه الإنسان هو النصف الأول قبل نصف الليل، بعد النصف الثاني يصبح زيادة خمولة فقط. إذن كنا هذا ما في الحديث من فوائد، نرجو من الله أن ينفعنا بها. إذن وقلنا نعود الآن إلى الكلام على الموضوع نحن بصدده تقريبا، نرجع الفوائد عامة. أول الفائدة اللي نستفيدها من هذا الحديث العامة لا قبل ذلك، هو رعاية الآباء للأبناء ومحافظتهم عليه صغارا وكبارا، عليهم صغارا وكبارا. هذا شيء لابد يتضح لكل مسلم ولكل مسلمة، يعني هذا حرص الآباء على الأبناء لابد أن يلاحظ ولابد أن يعيش به الإنسان، لأنه بعلمه أنه هو الذي يكون ثمرة من بعده. الثمرة التي تنجب للآباء بعد ذلك الخير من هم؟ الأبناء. وولد صالح ماذا؟ يدعو له. إذن بحثا على هذا عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة كانوا أشد الحرص على رعاية أبنائهم ومراقبة أحوالهم، حتى الخاصة، حتى مع الزوجة، حتى مع غيره من الناس في حد ذاته.
وهذا الأصل هو الذي سار عليه الأنبياء. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم هم الذين يعيشون على نهج ماذا؟ على نهج الأنبياء، على نهج الأنبياء. هذا إبراهيم جاء ليزور ابنه، هذا إبراهيم جاء لزيارة ابنه فلم يجده، فأول من حاور في ذاك المسألة الزوجة، قال كيف حالكم؟ فاشتكت له ماذا؟ سوء العيش وضنك العيش، فرأى أن هذه المرأة لا تصلح لابنه النبي، لا تصلح له، لأن المولى عز وجل قال، إيش قال في القرآن؟ إيش قال في القرآن؟ ها؟ ما نظنش واحد اللي جابها عنده مني هدية. ها؟ وشكون اللي قال هذا؟ ما شاء الله، بعد عندك لي هدية حبة حلوة إن شاء الله. بعد هذه الحلاوة الذي أتى بها لابد ماذا؟ نحلي حبة حلاوة ولا حبة ثمر، بعدوني بشوية ثمر نعطيك إن شاء الله. إذن انظر ماذا قال المولى عز وجل، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قالها ممكن مرت فلان ومرت علان تتساهل، أما مرت الشيخ العيد بالك ممكن تتساهل، ما فيش إشكالية لحدها، لكن أزواج أنبياء لابد أن يكون لهم مالا خصوصية. وكذلك كلما زاد الإنسان في الطاعة والالتزام وكانت له مكانة بين الناس يصبح تعامله له خصوصية، حتى في التعامل الشرعي. جاء ذاك الأعرابي، جاء ذاك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أزيد على ذلك خمس صلوات، والله ما نزيد كلام. انصرف قال ماذا؟ دخل الجنة؟ انصدق. قالوا الصلوات خمس صلوات بس، والله ما نزيد لا شفع له، لا شفع له وتر، لا رواتب ولا ضوحا ولا شيء. قالوا قال أفلح من صدق ليس أهل. وقال لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رجل صالح إلا أنه لا يقوم الليل، عتاب ولوم، تبقى مشارع كيف تعامل. إذن عتاب ولوم، إلا أنه لا يقوم الليل. تدخل الآن أنت طالبة الشريعة وتدخل العرس من العراس وانت راكي مش عارفة بروتال ولا واش، مش راح يقول الناس راح يأخذ عليك أن هذا ماذا؟ جائز شرعا. هاي فلانة تقرأ في الشريعة تدير كذا، لأنها ليست ماذا؟ كغيرها. فالقضية صعبة، وأنتم كذلك بتصرفاتكم أي تصرف تتصرفوه ظاهرا وباطنا محسوب على الشرع. ولهذا لما كان الأمر بهذه الصورة كان الآباء يحرصون على ماذا؟ على أبنائهم ذرية بعضها من بعض، يعني تشبهها مش بعيدة، بعضها من بعض، نيجات هذه الذرية برعاية الآباء للأبناء. هذا ما هو في طاقة الإنسان، وقد يخرج ذلك عن طاقة الإنسان، يجي المقدور اللي فوق طاقة هذا. ضرب الله مثلا امرأة ماذا؟ نوح وامرأة ماذا؟ الله، يعني هذا تخرج على المعتاد، خرج عن المعتاد وليس أصلا، لكن الأصل قالوا غير غير عتبة ماذا؟ بابك. وجاء المرة الثانية فلم تشتكي الزوجة شيء وشكرت الله على ما من نعم وغير ذلك والصبر هذا، قال ثبت عتبة بابك، هذه التي ستعينك على نوائب الظهر وتقاسي معك ما يتقاسى وتساعدك على القيام بالواجبات الشرعية. فأنجب بعدها من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوفا ذرية بعضهم بعض. إذن رعاية الأبناء للآباء أمر عظيم جدا، حتى مع كبر سني الابن ماذا؟ خرج يصطاد، يعني رجال
كما يقول الكويتي ريال يصطاد دجاج وخارج البيت ومع ذلك الأب يرعاه في زوجه، لأن المسكين عندما يجي يحط الطعام المرأة قدامه ما تظهر يعني الشكر هذا، لكن بغيابه أظهرت ماذا حقيقتها. إذن هنا لابد من أن يراعى الآباء لأبنائهم، هذا أمر عظيم جدا جدا جدا. كذلك مما نستفيد من هذه الفوائد العظيمة جدا 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 وقوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع المظلوم، مفهوم هذا؟ لما دخل على الزوجة وجد ما عندها ووجد حالها ما هي عليه، هل عاطفة الأبوة تغلبت؟ لا، لم تتغلب عاطفة الأبوة. إذن هذا وقوف الصحابة مع المظلوم في هذه الأمور، هذا لها دورها كذلك في التربية. هذه من أشياء التي الآن عبد الله بن عمرو بن العاص يتلقاها، تبقى له ماذا؟ درسا في حياته وفي تصرفه. إذن لما رأى أن الابن قد ظلم زوجته وقف مع زوجته ولامه وشتمه وفعله وعضه بلسانه، ما ترك شيء، وفعلت لما رأى منه من تقصير في حق زوجته، لأن هذا الواقف موقف ماذا؟ شرعي. يعني هذا يدل الصحابة وقيامهم على الحق. فهكذا لابد على كل مسلم مهما كان القريب، مثل ما قال مولى عز وجل ولا يجرمنكم على أن لا تعدلوا، اعدلوا ولو كان ذا قربة، يعني لا يجرمنك شنآن قوم على تعدلوا. الواجب هو العدل، والعدل هو من صفات ماذا؟ من صفات الله عز وجل. إذن فالواجب علينا أن نتصف مهما كان المخالف، ولو كان الأب يعني قال خلاف ذلك، مثل ما وقف يزيد مع معن، كان الحق مع من؟ مع الابن، كان الحق مع الابن. ما جاءت عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحق ماذا؟ قال لكمال احترام الأبي للابن حتى يحترم والده ولا ينتقص منه، والده ولا ينتقص منه، نعطي الحق لمن؟ للأبي. لا والله. إذن موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم مع المظلومين، ولم تمنعهم من العاطفة أن يقفوا ضد الحق، هذا أمر لا بد من العيش به والنظر إليه. أمر لا الذي يليه، رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أروح إذا في السبق الطريق. رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال رعيته العامة والخاصة، واهتمامه بها، واضح؟ يعني هذه شيء لابد أن يظهر ويبرز، يعني إلى أي مدى كانت سلطته صلى الله عليه وسلم وقربه من الرعية، لم يكن له ماذا؟ بوابا يمنع الناس عن الدخول إليه، بل كان كل من احتاج إليه دخل، وهذا بحسب الظروف. يعني ممكن هذا في هذا الزمن هذا لا نستطيع أن نصل لمثل هذا الزمن، لا نسأل هذا. كذلك من الأمور التي رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الاختلاف إلى أهل العلم، رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أهل العلم في كل كبيرة وصغيرة، وفهم هذا صانهم من الوقوع في كل المزلات وفي كل الأخطاء. هذا الرجوع هذا هو الذي صانهم في الوقوع في كل الزلات، هذا الرجوع هو الذي صانهم. خرجت الفرق الضالة كلها في عصرهم، أو بعض الفرق الضالة في عصرهم، هل وجدتم صحابي خرج معهم؟ خوارج خرج معهم صحابة؟ معتزلة خرج معهم صحابة؟ الشيعة خرج معهم صحابة؟ زيد القدرية خرج معهم صحابة؟ مش ناسي
الرافضة شيعة قلنا. ما وجدنا صحابي خرج عن هذا، إيش سببه؟ تلك التربية الأولى التي تربوا عليها هي التي صانتهم، كانت عند أي شجارة عند أي خصومة يعودون إلى من؟ إلى العلماء، إلى الشرع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي صانهم. كذلك من الفوائد العامة التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم، عدم التسرع في إصدار الحكم قبل السماع من الطرفين بعد العلم بصدق الأول. يعني مع أن عبد الله عمرو بن العاص هو صادق فيما يقول فيما اشتكى بابنه، والخصومة لم تكن لعبد الله بن عمرو بن العاص مع والده، إنما من أجل من؟ من أجل الزوجة. يعني حتى في كلامه لهذا كان من أجل الزوجة ليس لنفسه، انتصار لنفسه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لما جاء عبد الله بين يديه قالوا أخبره بماذا يفعل؟ قالوا بلى يا رسول الله، هو ذلك مني، هو ذلك مني، يعني هذا شيء حاصل مني في حد ذاته. وآخر شيء نستفيدها سماحة الشرع ويسره، وهذا سنتكلم عليها. إذن تبدأ سماحة الشرع ابتداء قائمة على جهتين أو على قسمين، تبرز سماحة الشرع ويسر الشرع من جهتين. الجهة الأولى جهة عقدية، جهة عقائدية. إذا أردنا نتكلم على سماحة الشرع يجب أن نتكلم على هذا الجانب العقدي، ولو أهل العلم قديما ما تكلموا عنه ولا لم يبينوه ويوضحوه، الواجب علينا في هذا الزمان أن نبينه. يتضح هذا بوضوح بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. يعني هذا الجانب العقدي وهذه السماحة تبدو بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. أول شيء يتضح رحمة الله بعباده، وإيش قال مولى عز وجل في هذا البال من الآيات؟ لا إيش قال؟ رؤوف الرحيم قد لخ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه النقطة حساسة، لابد كل طالب علم الآن وكل مسلم يجعل هذا الجانب في ذهنه، رحمة الله بعباده. يعني هذه الرحمة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال ورحمتي وسعت ماذا؟ وبعد في الآخرة فسأكتبها ماذا؟ ليبدأون. إذن هذا أول نقطة هي رحمة الله بعباده. النقطة الثانية كذلك باب الأسماء والصفات ماذا؟ علمه سبحانه عز وجل بحال عباده. ها إيش قال مولانا عز وجل؟ وخلق الإنسان ضعيفا. مفهوم الآن؟ يعني علمه بحال عباده، هذا العلم بحال عباده عند تشريعه للأحكام لا يتخلى عن هذا العلم، لا عن رحمته ولا عن ماذا؟ عن علمه بعباده. هذه الأمور لازم لابد أن تتجلى. إذا أردنا أن نتكلم على يسر الشرع لابد أن تتجلى هذه المعالم العقائدية في النفس قبل كل شيء. ألا يعلم من خلق مثل ما قال ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير. إذن رحمته علمه بحال عباده، عفوه عن عباده، عفوه عن عباده. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، ماذا جئتك بقرابها؟ ماذا؟ إذن رابعا عدله، عدل الله، عدله لا يسمح له بأن يظلم ماذا؟ عباده. ولهذا لما وقف هود متحديا قومه ماذا قالهم؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أي عدلا. يعني عندما لجأت له مع هذه القدرة ومع هذه الربوبية مع هذا القهر، مع ذلك ماذا؟ يعدل. إن ربي على صراط مستقيم. الأمر الذي يليه، حلي شوية تقى مثلا، حلي تقى لك عندي، حلي تقى أي خلي أنت قلت أنت أي. إذن قلنا عدله بعد ما قلنا من لا أي نعم. الآن مثل ما قلنا العدل يشمل عدم الظلم، يعني إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال في النص في الآية الأخرى لا 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 الآية الأخرى وما ربك، نعم وما ربك بظلام للعبيد، أي عدل. ولا يظلم ربك ماذا؟ أحدا. إذن حكمته، يعني حكمته في التعامل مع ماذا؟ مع عباده. ولهذا كلما ذكرت القوة والعزة والقهر قرنت ماذا؟ بالحكمة. عزيز حكيم. إذن هذا الأصل الأول الذي تنبني عليه ماذا؟ سماحة الشرع. هذا الأصل الأول، هذا الجانب العقدي. الجانب الثاني اللي هو ما زلنا في العقدي تظهر كذلك سماحة الشرع من الجانب الثاني، وهذا ما نتناوله إن شاء الله في الحصة القادمة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.